السلام عليكم. ان شاء الله في النهارده هنتكلم في الجزء الخاص بالكونستراكشن ستيج وفي الاناليسز. نفتكر احنا عملنا ايه في المحاضرات او في الفيديوهات اللي فاتت. عرفنا اول حاجه ازاي ان احنا نعرف الجيومتري بتاعي، وعرفنا ازاي نعمل امبرنت ونحدد السيدز بتاعتي اللي هعمل عليها الميشنج. وبعد كده بدات ان انا اعمل الايه الجيومتري بتاعي، وعرفت ان انا ازاي ان انا اعرف الماتيريال بتاعتي، وعرفت ان انا عرفت 3 ماتيريال، واحده للوول، واحده للباك فيل، واحده للبيز. وعرفنا ان الماتيريال بتاعت الوول بتاعتي كانت كونكريت، وان الماتيريال موديل بتاعها كان الاستيك، وده بيعتمد على حاجتين اساسيتين، بيعتمد على المودرس بلاستيستي وبيعتمد على البوسون ريشيو، والعلاقة بينهم علاقة خطية. والتربة عندنا عرفناها بماتيريال موديل مور كولوم، وعرفنا ان مور كولوم بيعتمد على الجزء الالاستيك والجزء البلاستيك او النون لينير. وفي الجزء الالاستيك بنعرف تو بارامترز اساسيين اللي هم المودرس بلاستيستي والبواسون ريشيو. وبالنسبه للجزء الخاص بالنون لينياريتي عرفنا ان احنا بنعرف تو بارامترز اساسيين وهم السي اللي هي الكوهيجن والفاي. وفي الفيديو طبعا شرحنا في الكورس الخاص بالجيوتكنيكال انجينيرنج ابلكيشن، عرفنا ان احنا في برنامج الفاينايت اليمنت بشكل عام وبالخاص في برنامج الجي تي اس ان اكس، ما ينفعش ان احنا نعرف قيمة السي بصفر او الكوهيجن في الماتيريال موديل بصفر. وهنتكلم في الفيديو ده ممكن باختصار ليه ما ينفعش ان احنا نعرفها، سواء كانت في في البلاكسز او كان في المايدس جي دي اس ان اكس. ولان احنا لو احنا بصينا على المعادلات الخاصه بالماتيريال موديل هنلاحظ ان احنا لو عرفنا قيمه السي بصفر فهيبقى في سنجلاريتي في الاستيفنس ماتريكس الخاصه بال الفاينايت اليمنت كود، فبالتالي مش هيديني كونفرجنس والموديل بتاعي مش هيحل. فبالتالي برنامج المايداس جي تي اس ان اكس مديني ريكومنديشن ان انا احط قيمه الكوهيجن بقيمه مينيمم ما تقلش عن 2 من 10 كي بي اي، وبالتالي احنا ممكن نحطها بواحد لانها مش هتفرق كتير في النواتج، بس انا هتفادى الايه اي يكون ايرور في الكونفرجنس بتاعي او سنجلاريتي في الاستيفنس ماتريكس. وبالتالي بعد كده بعد ما عرفنا الماتيريال عرفنا البروبرتي، فعرفنا 2D 2D بروبرتي، عرفنا بعد كده الميشنج، وعرفنا ازاي مهم ان احنا نربط النودز الخاصه بالميشنج ببعضها. وبعد كده عرفنا الباوندري كونديشن بتاعتي، سواء كان الفيكسيشن في اتجاه اكس والفيكسيشن في اتجاه زد واي واكس في البيز، وعرفنا اللايف لود عندي ب 10 كي بي اي. وبعد كده هنتكلم النهارده عن الايه يا شباب، عن الكونستراكشن ستيج. فهروح عند ستيج عندي هنا وهقول له اد كونستراكشن سيت. هلاحظ ان انا عندي انواع مختلفه من الاناليسيز اتكلم عنها في الكورس، بس هنا النهارده هنتكلم عن الايه الستريسز. هنضيف الستريسز وهنفتح الكونستراكشن ستيج بتاعتي. الاحظ حاجه مهمه هنا، بيقول لك شو داتا، فانت عايز تشوف ايه؟ انا عايز اشوف الحاجات اللي انا هعمل لها اكتف. فبالتالي في اول حاله عندي اللي هي حاله الايه الانيشال، ففي حاله الانيشال انا هحط مجرد ان انا هحط البيز بتاعتي بس، وهحط الجرافيتي لود، وهحط الايه الباوندري كونديشن. هي دي الحاجه اللي بيكون فيها الارض في الحاله الايه الطبيعيه. لو جيت ابص هنا على شكل الارض بتاعتي فهلاحظ ان انا عندي شكل الارض عباره عن البيز بتاعتي والباوندري كونديشن والجرافيتي لود. طيب هنا حاجه مهمه جدا لازم اعملها، وان انا اكلير الديسبيسمنت. ليه بقى بنعمل كلير للديسبيسمنت؟ لان احنا عارفين ان احنا في البدايه الارض اللي هتهبط نتيجه الاون ويت بتاعها، بس انا عايز اشوف تاثير الباك فيل وتاثير الجرافيتي لود، الجرافيتي لود الخاص بيه بالوول واللايف لود على الايه على البيز بتاعتي دي. فبالتالي من المهم ان انا اعمل كلير للايه الديسبيسمنت عندي، واقول له هنا سيف، واقول له بعد كده نيو.
حالة تانية، هبدأ ان انا احط الوول بتاعتي. مش هي دي الكونستراكشن ستيج يا شباب اللي احنا بنمشي بيها لما نيجي نعمل مسألة زي دي عند ارض طبيعية؟ بعد كده هبدأ ان انا ابني الريتيننج وول بتاعي، هحط الريتيننج وول بتاعتي فهحط الوول، فبدأت تظهر لي هنا بالشكل ده، واقول له سيف، مش عايز اي حاجة تانية. اقول له بعد كده نيو. طيب ايه النيو؟ بعد كده هحط الايه، الطبقة الاولانية من الباك فيل، فهسميها باك فيل واحد. طيب في الباك فيل واحد هجيب الباك فيل واحد وحطه هنا. زي ما احنا شايفين بدأ الموديل بتاعي يتعرف بشكل يزيد للشكل اللي انا عايزه. اقول له سيف واقول له نيو واقول له باك فيل اتنين. ابدأ ان انا اجيب من هنا اعرف او اكتف الايه، الباك فيل اتنين، وبعد كده اقول له سيف، وفي النهاية احط الحالة الكونستراكشن كيس الخمسة، واقول له هيكون عندي هنا ايه يا شباب، اللايف لود. هاجي هنا واقوم اعرف اللايف لود واقول له هنا كده ايه سيف، واقول له كلوز واقول له كلوز. هاجي هنا في الجزء الخاص بالستاتيك اناليسيس، هلاحظ عندي حاجة اسمها سيميوليت ستيج، فاقول له في الحالة الاولانية عندي هنا التربة بتاعتي، وعندي الباوندري كونديشن على الاطراف، وعندي الجرافيتي لود. هبدأ بعد كده احط الوول بتاعتي، هبدأ بعد كده احط الجزء الخاص بالميشنج، هبدأ بعد كده احط الجزء الخاص بالايه الوول بالباك فيل التاني، اسف الباك فيل الاولاني، الباك فيل التاني، وفي النهاية هعرف الايه اللود بتاعي. وبكده يبقى انا خلصت الايه الكونستراكشن ستيج بتاعتي. هبدأ بعد كده اروح على الجزء الخاص بالاناليسيس كيس واقول له اد، هقول له هنسميها ريتيننج وول. الاحظ هنا ان انا عندي السوليوشن تايب، انت عايز تحل لينير الاستيك، نون لينير الاستيك، كونستراكشن ستيج، كونسوليديشن، دي حاجات كلها ممكن سولفرز ممكن تحلها عندك. فاحنا عندنا هنا كونستراكشن ستيج، وعندي كونستراكشن ستيج واحده. اجي افتح الاناليسيس كنترول، الاحظ ان انا لازم احل عندي ان حاله الانيشال عندي خدها من الانيشال، وعندنا كذا طريقه للحل. لو انا سبتها كده هحل بالجرافيتي ميثود، انما انا عايز احل بطريقه الكينود ميثود كونديشن. فبالتالي انا هنتكلم، شرحنا في الكورس عندنا الفرق ما بين الكي نود والجرافيتي ميثود، وعرفنا امتى بنستخدم دي وامتى بنستخدم دي، وايه الليميتيشن بتاعت الاثنين، وامتى في انهي حاله لما ما بيكون عندي سطح مايل بضطر ان انا ما ينفعش استخدم الكي نود فارجع للجرافيتي نود، او ان انا احط ستيب فاضيه بحيث ان يحصل عندي كومباتيبلتي في الريسورس بتاعتي. فده كلام اتكلمنا عنه بالتفصيل في كورس جيو تكنيكال انجينيرنج، ودي الديتيلز المهمة اللي انت لازم تبقى عارفها عشان وانت بتعمل اناليسز، لان انت اي واحد ممكن ان هو يقدر يعمل الموديل، بس مش شرط ان الموديل بتاعي يكون ايه صح. نشوف ايه الاوتبوت اللي احنا عايزين نطلعها. فانا كفاية انا مش محتاج ان انا اشوف اي حاجة تانية، اقول له اوكي، اقول له ابلاي، واقول له كلوز. بعد كده بقى نوصل للخطوة المهمة عندي، وهي الايه الران بتاعي، فاقول له اوكي. هيبدأ ان هو يرن عندي زي ما انا شايف كده، مفيش اي مشكلة خالص، ولاحظ ان انا ما عنديش اي وورنينج، انا الحل بتاعي سليم، مفيش فيه اي مشكلة زي ما احنا شايفين كده. هنقف في الفيديو ده لحد هنا، وفي الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم عن الريزلتس وازاي ايه اللي انا محتاج ان انا اشوفه هنا، واشوف الاستريسز واشوف السترينز واشوف الديفورميشن، وابدأ ان انا اظهر الريزلتس بتاعتي بشكل مظبوط، واقدر احطها في ريبورت بشكل كويس، عشان انت ده يعتبر برودكت انت بتقدمه للعميل بتاعك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.